يعني مباشر. على بركة الله. خمسة وأربعين سيارة ياك. تبارك الله. نوع واحد ولا مجموعة أنواع؟ لا مجموعة. مجموعة أنواع. وبديتي من الصفر. كاين سيارة صغيرة، سيارة كبيرة، سيارة موتور. نعم. تبارك الله. دابا اليوم نصيحة للشباب. نصيحة اليوم خاصة بالشباب. خاصة بالشباب. نجيو يسمعوا قصة ديال الكفاح ديالك. مرحبا. على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. معنا أحد شباب ديال مدينة القنيطرة كيف ما كشاهدوا، معنا السي بلال اللي تبارك الله عليه في خلال 7 سنوات استطاع أنه يعمل 45 سيارة. كذلك فيما يبدأ فتح الشركة كانت آنذاك في عمره ما بين 23 و 24 سنة. اليوم تبارك الله في عمر ديالو 31 أو 30 سنة في العمر ديالو، واللي غادي يشارك معنا قصة الحياة ديالو كيفاش وصل أنه تبارك الله أنه يدير 45 سيارة. كيف ما قال لي في الكواليس، قال لي من الصفر، لا الوالد ديالي لاباس عليه، لا الوالدة لاباس عليه الله يخليهم ليه، لكن الحمد لله بالعزيمة وبالإرادة وبالقوة استطعت أنني ندير 45 سيارة من جميع الأنواع. غنسمعوا اليوم القصة ديال بلال اللي غادي تعطينا، حكي لنا واحد القصة صراحة اللي هي مشوقة ومثيرة. قصة اليوم يمكن كاين مجموعة الناس يقولوا وي 7 سنين دار 45 سيارة، أي بمعنى رأس المال ديالو أكثر من 400 مليون، ياك السي؟ تمام. فميمكنش، واش هذا المغرب ولا حنا في دولة أخرى؟ في المغرب. اليوم غنسمعوا قصة ديال بلال. بلال تبارك الله عليك بالأول، باش ما نقولش حاجة عنك. تبارك الله الصايم بالك أسيدي، حفظك الله وراك. قولي لنا سيدي سي بلال، عاودنا القصة ديالك. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا معكم بلال، مواطن مغربي بسيط عادي، بديت من الصفر. اولا بعدا كنشكروا شوف تيفي من هذا المنبر والله العظيم، الى زعما اللي كتجي وكتعرفنا على الناس وتخلي الناس يتعرفوا علينا. هذا شرف لينا. كان شوف تيفي هي قناه الشعب. وهادشي اللي كنعرفوا عليها. ومزيانه هكا باش تاغي، باش حتى الشباب اللي في الشباب المغربي يعرفوا هذه القضيه هذه. اقسم بالله لا غادي نهضر معكم بصدق. انا كنت سمح لي نقاطع السي بلال، دابا انت قسمتي بالله امام المشاهدين، قسمتي كتقول اقسم بالله العظيم انا اقول الحق. انا اقول الحق. انت قلتيها. انا قلت. بديت من الصفر، كانت في عمري شي 23 سنة تقريبا. كنت نفكر، انا جاوني فرص اني نخرج نغادر البلد ديالي المغرب، جاوني فرص نخدم بحكم عندي ديبلوم، عندي ديبلومات، اني نمشي نخدم في خارج المغرب. وتعرض عليا مبلغ زعما مبلغ اللي في مستوى ديال نبدا ب 30 ميل من او ديبار، والله العظيم بالله نبداها في برا. معناتها مليون و800 صفر و800 صفر، 160 فريق. لا قل لا 30 30 درهم. 30 ميل. 30 ميل. ماشي 30 ميل. 30 مليون. ورفضت. علاش؟ في الشهر. لاني انا تنحب بلادي وتنبغي بلادي. فكرت نخدم فيها، بديت من الزيرو، درت كريت واحد لاسوسيتي صغيره. تسلفت من عند بعض الاحباب، كتجمع واحد المبلغ اللي هو بسيط كاع. مبلغ بسيط. لا شوف دابا قسمتي بالله بغيتي انا كانت قلبك. كانت 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 عندي كانت عندي 50 درهم، 50 المليون. وكانت عندي سياره، صراحه سياره كان ديال الاب ديالي الله يخليك، وكان كاتبها لي في الاسم ديالي. هذا الموضوع هذا ما جبدته مع حتى شي واحد وما ناقشته مع حتى شي واحد لاول مره. والله العظيم بالله ربما خوتي وما عارفين هادشي. حتى فاش بغيت نكري، حتى فاش بغيت نصايب ديك لاسوسيتي، ما بغيتش، ما استثمرتش حتى مع شي واحد وما قلت حتى لشي واحد. نعم. مشيت عند الكونطابل، كري صايبت واحد الشركه ديال لوكاسيو دو فواتير. مع ذلك انا من صغري كنت نعشق السيارات.
انا الهوايه ديالي هو السيارات، وكان عندي السياره ديالي كنغسلها نمسحها دائما تلقى السياره عندي نظيفه. معليش صايب ديك الشركه بغيت نقول حتى شي واحد، بديت تنتقاتل تنجمع من لهنا، ناخذ مع عند صديق نجمع 1000 درهم، نجمع 500 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، قد ديك الوثائق كاملين. خليت السياره حتى الاسبوعين الاخيره اللي قررت نخرج فيها السيارات، كنت دفع الدوسي، وقف معايا واحد السيد الله يذكره بالخير، وقف معايا مسكين حتى الاسبوع الاخيره. في عمري فاش كنجمع الوثائق 23 سنه 23 سنه وتنتقاتل وتنقول وما تنعش تنقول اشنو غادي ندير ما عارفش، لا حتى شي واحد ما عارف. بقيت تنتقاتل حتى عطاوني لاكور ديال الكريدي، كان خصني ندفع واحد المبلغ. بعت ديك السياره، بعتها ب 11 مليون ولا شي 11.5، وكانت عندي 5 ملايين. بقات ناقصاني شي حاجه، واحد العم ديالي ومن بعض الاصدقاء تسلفت وتكلحت وحيت شحال هادو. ها شحال الحاجه اللي بقات ناقصه؟ بقات ناقصاني شي 70000 درهم. 7 المليون سلفت. المهم جمعت ديك 7 المليون ومشيت، وانا مشيت هضرت مع الوالد، قلت لي شوف راه اللي صافي. قلت له شوف، قلت لي دابا راه اللي عطى الله عطاه، الشركه صايبات وشنو عندنا؟ لا قال لي ولدي ما غاديش تقدر دير هذا الشيء هذا، وما هادشي صعيب عليك والشاكات وكذا والمسؤوليه صعيبه. ومن هذا المنبر انا تنقول للشباب، انهم اي حاجه بغيتوا ديروها ديروه في الستره. الوالدين استشروا معاه من اول، كنت الاخر هادشي ديروه في الستره. قال لي لا ولدي شكون في الستر؟ في الكيتمان. وهو مسكين خايف عليا الوالد، بقى عليه الوالده لا ولدي غادي تمشي للحبس وغادي دير غادي ما تعرفش. قلت له والو ولدي صافي دابا اللي عطى الله عطاه. صافي قال لي ملي شاف راسي قاصح ومصر نكمل في ديك الطريق، قال لي الله يسخر ولدي الله يجيبك التيسير، عاوني بالرضا ديالو. الحمد لله. هو اغنى حاجه والله العظيم. الا شوف الا كون مرضي الوالدين ما تخافش، اقسم بالله كون مرضي الوالدين ما تخافش. صافي قال لي الله يسخر لك ولدي. قلت له غادي نبيع السياره كذا. قال لي الله يسخر لك ولدي. بعتها جمعت ديك المبلغ. قلت له تمشي معايا. مشينا انا وياه لا ميزو، دفعنا خرجنا 5 سيارات. باقي ما عارفش شنو هو، باقي ما عارفش شنو هي لوكاسيو، ما عارفش الخطوره ديالها، ما عارفش شنو هي الخطوره ديال لوكاسيو. ما عليناش، خرجنا السياره وزيت خدام، بقينا خدامين تنعرفوا شويه، تنتلاقاو مع هذا يعاود لنا شويه، هذا يعرفنا شويه، تنشوف هذا الدومين هذا تفهمته مزيان. انت ما عندك علاقه بها لا من بعيد ولا من قريب؟ لا من بعيد ولا من قريب. حتى شي حاجه. غامرت. خمسة سيارات في البدايه. كريدي. شحال القيمه ديالهم؟ القيمه ديالهم ديك كل وحده دايره شي 16.800 تقريبا، 16.800 17 مليون. 17.5 او عاد زد 85 تقريبا. وعاد زد المصاريف ديال لاسيرونس، راك عارف السياره باش نخرجوها تركبوا لي هو ستابيات، زد المهم كاين المصاريف كاين شي كذا و90 الخو. المهم الحباب والناس ساقوا فينا حيت عندنا سمعه زوينه وعارفيننا معقول، ثقوا فينا تاع هذه سالنا شويه، هذا يبقى سالنا شويه. كانوا عندي 5 سيارات. جيت جبت انا في الوقيته في الصيف خدمت الحمد لله، كريت السياره الكرا وصل 400 درهم النهار. مشيت مزيان، خلص دوك الكريديات البساط، بقيت غادي نخلص الطريطات، بقيت غادي فهمت الدومين تما. صافي عرفت اني رضات الوالدين واقفه معايا وراني غادي في الطريق الصحيح، ان لوكاس دو فواتور فهمتها فيها صراحه، فيها ارباح ماشي ما فيهاش، كيف ما فيها اي دومين فيه الخساره وفيه الربح. لوكاس دو فواتور فيها الربح صراحه، فيها الارباح. وبقينا غاديين خدامين مزيان لحد الساعه. هادشي في 2017 2018. جات كورونا في 2019. الكورونا جات حتى 2019 2020. ولكن واخا جات كورونا كنت وقفت على رجليا، كنت كيف ما تنقول وقفت، كنت خدام مزيان ديك الساعه، خدام الكريديات طردت تخلصوا. والواحد الحاجه اقسم بالله راه كاين الناس اللي ما مساكن الله يحسن العون اللي ما خلصوش الطريطات ديالهم. انا راني ما حبسش الطريطه ديال واحد لونغازم، واحد المقاولة الصغرى البنك كتزمن الكريدي، ما حبسش من الكريدي، حبس فيها 3 شهور الاولى، ومن بعد بقيت تنخلص كريدي عادي، بقيت تنخلص الكريديات ومشيت مزيان. ملي سالوا دوك 5 سيارات الاولين صافي، فكرت اني خصني نكبر البروجي. انا صافي لان تشبت بلوكاسيو دو فواتير خصني نكبر البروجي، وليت تنفكر نزيد سيارات اخرين، دوك السيارات القدام خصني نحيدهم ونجيب سيارات، نحاول نفكر ندير جميع انواع السيارات، يعني سيارات من حجم صغير، سيارات من حجم كبير، السياره المتوسطه.
الناس اللي كيبغيو داكشي اللي كيبغيو داكشي. وبصح الناس مره اللي كيجي عند الانسان كيطلب ليه واحد السيره مره او ثلاثه صافي كنديرها فراسي خصني ندخلها. والحمد لله الناس كيتيقوا فينا ووصلنا ندخلوها لحد الساعه دابا راه وصل 45 سياره والاكثريه فيهم مرحبا. مشينا في الكابيتال ديال السير الخمسه من بعد دخلتي شحال دخلتي في الثانيه؟ بقيت ندخل حيد دوك الخمسه ودخلت خمسه اخرين جداد. وبقيت غادي تندخل تنزيد بالوحده بالجوج بالثلاثه هذوك بقيت كل مره تنبيع وحده ملي خرجت خمسه كل مره تنبيع وحده لانه بقات ديالهم كتخلص بها كريديات وي بي تنخلص بها كريديات والحاله ديال الميكانيك ديالهم بقات تنقص وحنا في هذا الدومين ديالنا كعارف حنا تكون ديما جديده جديده وتتهمنا الراحه ديال الكليان. حنا الكليان ملي تيجي عندنا وملي تيلقى السياره جديده باش يعاود يمشي يرجع يلقى مره اخرى يعاود يكلم عندنا حيت الراحه حنا نشوف حنا بلا كليان ما كاينش حنا كتهمنا الراحه ديال الكليان. صافي بقينا غادي خدامين مزيان كل مره تندخلوا سياره كبيره صغيره الحمد لله دابا راه تقريبا عندنا جميع انواع السيارات راه دابا عندنا من الكبيره الصغيره. اغلى سياره كتكريها؟ اغلى سياره تنكريها هي المرسيدس شحال؟ 3000 النهار 3000 النهار تبارك الله. كتبدا تقريبا ارخص سياره ب 200 درهم دوصه اللي هي داسيا لوغان كليو 5 كليو 4 على حسب عندنا دابا حاليا من 200 حتى 3000 درهم وكنفكر اني نزيد هادشي هذا كامل بفضل الناس وبفضل الكليان ديال صدراكار اللي كيثيقوا فيها قدرنا نوفروا لهم هاد السيارات ومازال عندنا طلبات كيطلبوا لينا شي سيارات ان شاء الله وغادي ندخلهم عما قريب في اقرب وقت ممكن. غادي ندخل لهم بحال مثلا البورش الاودي الكيويت وي في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. انا كنت غادي ندخل الاودي كيويت في هذه الايام هذه مي لقيت المرسيدس موجوده خديتها وما تنساش انا من العشاق ديال المرسيدس. لا لا انا من العشاق الحديده ديالها انا والمرسيدس الفيطو. واخا سؤال سي بلال كيف ما فتحت لنا قلبك الاولى ديتي تقريبا على حسب ما فهمت منك ديتي واحد المبلغ بسيط كيف ما قلتي ولو انه تبارك الله ماشي بسيط اللي هو شي 25 مليون بحال هكا ياك تقريبا 11 مليون ديال الوالد ديالك السياره و5 مليون ديالك انت وتسلفت شي بركه جمع بركه نقولوا 25 مليون دابا الحمد لله 2017 دابا حنا في 2024 بمعنى 7 سنوات هذا ما راس المال ديال الشركه. هذا صراحه سؤال صعيب. لا ممكن تجاوبني ممكن ما تجاوبش اول تعطي واحد الثنيه حاد لا راس المال الشركه يفوق كذا او قل من هكذا تقريبا يفوت فوق 500 فوق 500 الله يبارك فيك. اذا ساعطيك دائما لا ولكن شوف لا انا تنقول فوق 500 ماشي فوق 500 قدرت نحققها في الدومين ديال لوكاسيو دو فواتير. فيها سيارات فيها مكتب هذا المكتب هذا راني يلاه اللي كتوجد فيه الان يلاه شريته وكنشكر صراحه جزيلا الشكر السيده اللي بعثوا لي بواحد الطريقه ما دخلناش فيه لا بونك تعاملت معايا الله يجازيها بخير من هذا المبلغ هذا الحمد لله ملي كتبغي البنك انا 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 ضد الفكره ديال لا بونك لا ما شوف انا ما تنقولش في السيارات بحال دابا انا ضد الفكره ماشي تنقول الناس ما تاخذوش انا كشاب يلاه بادي كان ضد الفكره ديال راسي انني نمشي ناخذ مثلا دار نمشي ناخذ كريدي ونحطه في دار حيت الا درت بروجي غادي يجيب لي دار ولكن واش الا درت دار غادي يجيب لي بروجي؟ لا دابا واش كون خديت البيرو الاول غادي يجيب لي السيارات؟ ولكن بهادشي بالسيارات قدرت ندير بيرو. هذا هو النقطة اللي كنت نسولك عليها دابا مشيتي لها النقطة الجوهر. باش ديتي؟ مشيت بالمكتب؟ لا ما بديتش بالمكتب كان صراحة كان واحد الكراج عند الوليد ديال الدار اللي ساكن فيها والوليد عطاني الدار ديالو صيف ليا كراها ليا واخا تعامل معايا فيها بديت فيها ومن بعد خدمت في واحد الكراج واخا كنا دايرين طريقه خدمه مهم عشوائيه ماشي غير قانونيه عشوائيه فوالا اكزاكتومون وهذه الخدمه صراحه اللي تنشوف مزيان والله الا برافو عليكم جبت هذا الموضوع هذا النقطه هذه بالضبط بغيت نوصلها للشباب اللي تيكونوا في الدومين القديم في الدومين ولا اي دومين وتيبقاو خدامين في ذاك الكراج. انا ضد هذه الفكره
انه من ان الناس ان الناس ان الناس الناس يحاولوا يديروا المكاتب ديالهم بواحد الشكل قانوني وبواحد الشكل مزيان باش حتى الكليان ملي كيدخل عندك البيرو وكيشوف عندك بيرو في مستوى كيولي تايخ فيك وتايخ في لاجونس ديالك ماشي كيجي عندك الكاراج حتى داخل الكاروج داخل هو الحانوت واش محلابه واش 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 المهم الله يسخر على الجميع الله يسهل على الجميع. نرجعوا للسؤال ديالنا من تما بديت دابا الحمد لله راه قدرت نوفر جوج مكاتب والله هذا الشيء هذا بفضل الله وبفرضة الوالدين وفضل هذا البروجي هذا وشقه الله يبارك لا حيت هذا الدومين هذا شوف واش 500 مليون فيها شقه فيها وي 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 فيها شقه صراحه انت ياخذناها والله يجازي السيد والله السيد اللي السيد اللي باعها لنا مسكين حتى هو بواحد الطريقه يا سلام والله العظيم بالله والله لا شوف ملي كتكون مزيان ملي كتكون شاب مزيان وعندك طموح ديال الخدمه شي دابا نقدر نجي مثلا نعطيك انا 500 مليون دابا نحطها فوق طابله كاش وما تعرفش ما دير بها ونجي نقدر نعطيك 20000 درهم ولا 30000 درهم 3 مليون تعرف ما دير بها هاد 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 الميساج هذا تنبغي توصلوا للشباب اللي كاينه في المغرب اقسم بالله راه قسم بالله اي واحد كاين هنا في المغرب عنده طموح وبغى يوصل شي بغى يوصل شي حاجه يوصل لها وانا نتحدى اي واحد يقول لي هنا في المغرب بغيت عنده طموح وبغى يوصل شي حاجه ما وصلش ليها واخا وانت كتكلم كشاب تبارك الله عليك وشكرا بعد اولا ليك شكرا خاص انك تحسن قلبك هاد الشاب اللي كيديروا الهجره السريه وكيمشيو للباطيرات وكيمشيو وكيقول لك حتى ما كاينش خدمه ما كاينش انت شاب غلط ديتي من 2017 ديتي واحد الكايته كورونا جات واحد الكايته كورونا من بعد كورونا الحمد لله ولات كتنسى الامور لكن الحمد لله ما غلباش حتى كورونا اللهم بارك ماشي زعما ما غلباش حتى كورونا ما غلبتش شي حاجه ولكن حاجه عندك هي العزيمه والاراده والكفاح ياك سي وي داك الشيء تمام ملي تيكون عندك طموح حنا نرجعوا ملي تنقول لك ملي تيكون عندك طموح باش تخدم ما يقدرش واحد يوقف لك في طريقك ما يقدرش واحد يوقف لك وهذوك الشباب اللي تيهاجروا البلاد انا ضد الفكره ديالهم واش اللي شوف اللي ما خدمش في بلادو ما غاديش يخدم بلادات الناس وانا مثلا انا ماشي ضد الناس اللي مشاو بدبلوماتهم ومشاو بقرايتهم ومشاو الناس عندهم مستقبل ديالهم تما انا تنظر للناس اللي تمشيو بهجره سريه اكيد حنا كان لان اول حاجه كيخلص فلوس وتيغامر بحياته وتيغامر بحياته شتي هنا في المغرب حنا الحمد لله هنا في المغرب انا اقسم بالله انا درت جلت في جميع المدن وتقريبا الدول شتي داكشي اللي عندنا هنا في المغرب ما شفتوش شي بلاصه اخرى خليني من دوك اللي تيبقاو يوسخوا الصوره ويقولوا داكشي اللي عندنا في المغرب عندنا احسن مالك الحمد لله القوانين ديالنا عندنا ما عندناش الفوضى الامن والامان خلي دارك محلول باب دارك محلول ما كاينش مشكل شتي كون ما كانش الامن والامان ما نوصلوش حنا لهذا الشيء لا هذا الشيء هذا شنو السبب ديالو اللي وصلنا حنا لهذه المرحله لهذا البروجي هذا راه هو الامن والامان كون راه شي واحد ديك السياره ديالكم ما يرجعهاش لك عندنا بلاد زينه غادي نرجع عندك هذه غادي نبعد الاسئله على هذه السيارات ولا شنو هما الكواليس شوف لا ما يمكنش شوف كاين الحوايج شوف اي دومين فيه الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه كيجي عندنا الكليان اللي عمرها دار يقدر يدي لك طوموبيل ويتهلا فيها ويسير لك شويه بزاف ويجيبك مغسوله ويخرق على الخاوي ويجيبك المازور وكاينه بعض الكليان اللي تيجي بعض المره تيجي باش يتكرفص عليك ويمشي بحاله وصافي تيكري السياره يتكرفص عليها ولا تيكونوا مثلا هما اربعه ولا خمسه تيطلع عندك واحد المكتب تطلع هذوك ملي تيهرسوا صحاب لوكاسيو اللي تنعرف انا اصدقاء ديالي يديروا فايت لان الانسان تيكون عنده واحد راس المال وما تيكونش عنده واحد الثقه في النفس وما عندوش باش يستمر لقدام تيتهرس تيجوا مثلا اربعه الناس خمسه تيتخبوا اربعه وتطلع عندك واحد تيكري طوموبيل كل واحد تياخذ نهار او لا ودابا نجي لهذا الموضوع واخا ما كنتش باغي نقول انا نقول لك اقسم بالله دابا انا السيده قلبت لي داسيا بلا ما نجيبوش الاسم ديالها وما نجيبوش شكون قلبت لي داسيا ديالي قلبت لي داسيا وجبتها في الوقت ديال الخدمه في الوقت في العزات الخدمه وفي الصيف ما درتش معاها والو راه السياره خليتها هكاك بصغ ما نقدرش نصلحها ما بقاش كتجاوبنا حتى في التليفون كاين القانون الحمد لله درنا الاجراء ديالنا عندنا كونطرا ديالنا شتي تنقول انا تل الكليان ملي تيكري ملي تيجي للبيرو
وراه قلت انا في واحد الفيديو سابق الانسان اي واحد بغى يكري انا تنصح اي واحد بغى يكري اي كليان بغى يكري يمشي للبيرو ويحاول يعرف شكون مول البيرو ويحاول يتعرف على مول لاجونس. رحنا راه بصح راه شوف باش ما نبقاش غير نشكر حنا اصحاب لوكاسيو وما نشكروش هاد الدومين هذا بالضبط. خاصنا نقولوا خاصنا نقولوا كل شيء صراحه خاصنا نقولوا كل شيء. بالنسبه لهاد الدومين هذا كاين ناس وصحوه صراحه كيف ما حنا تيجي عندنا كليان زوين وخيب كاين ناس في هاد الدومين في لوكاسيو ديفواشيو كاين ناس مزيانين وناس خايبين باش نكون واقعيين نهضروا بدون مجامله ودون لغه خشب. كاين ناس تيمشيو تيخدموا غير في الشوارع تيقولوا حنا عندنا لوكاسيو هما غير وسطاء تنعرفهم بحال دابا هنا في قناه بالضبط كاين تنعرف ناس وسطاء وهذوك هما هذوك هما الكارثه وهذوك هما اللي مسبب المشاكل ديال لوكاسيو تقريبا شي 89 ولا 90% ونقدر نقول 99% حيت الانسان ملي تيجي كري مشكل وتيوقع له مع واحد وسيط اشنو تيقول لك؟ تيقول لك وما تيقولش هو راه وسيط تيقول لك هو مال لوكاسيو. ولكن انا نتحداك الى جا عندك واحد وقال لك مع ذلك واحد الفئه بسيطه بزاف يجي يقول لك انا مشيت للبيرو وتعرفت مثلا على السيدي ديال صدر كار وهاشنو شنو وقع لي معاه مشكل ما يمكنش. واش انا دابا انا جاي ندير بروجي دابا بروجي مثلا واحد اخر كاين الناس تبارك الله راه عندهم بروجي واصل مليار جوج واش واحد عنده بيرو وعنده مليار ديال الحديد حاطها عايجي يخسر كليان؟ لا حنا معاه ما تنخدموش نخدموا مع الكليان يعني ما عندناش فائده حنا يجي عندنا كليان ونخسروه. حنا عندنا فائده يجي عندنا الكليان ونتعاملوا معاه مزيان ونتعاملوا معاه احسن معامله وفين عندنا الرباح؟ عندنا الرباح الكليان يكري ويمشي ويعاود يرجع يمشي عندنا ويعاود يرجع وراه شوف الا جا عندك كليان وتهلايتي فيه راه غادي بيان سور غادي يمشي فرحان ويعاود يرجع عندك مره اخرى باش نكون واضح. وهاد الدومين هذا صراحه مهنه شريفه والله العظيم. وهنا في المغرب صراحه اي انا بعد مره تيجوا عند الاصدقاء تيقولوا لي ولا وما تهضرش انا بالعكس انا هذا الشيء هذا اي واحد بغى يدير لوكاسو فوتير مرحبا يجي عندي نوريه نوقف معاه ما كاينش مشكل بشرط انه يكون راسو صغير ويتصمت ويخدم ويوصل. وهنا الشيء هنا في المغرب ما تنعاود نقولها والله العظيم الا عندنا احسن بلاد احسن بلاد عندنا في المغرب. شي دير كروسه دير غير كروسه غدا تبدا خدام. انا ما كاينش شي واحد انا تنعرف اصدقاء ما كاينش شي واحد من غير هذوك اللي راسهم تيفيق حتى 12 تيفيق حتى 2 ما غاديش يخدم فيق مع 8 وغير دورك كنعرف انا غير وسطاء وسط عقاريه سماصريه خدامين مزيان. هنا هاد البلاد عندنا بلاد الخير بلاد بخصوص هاد النواحي اللي فيهم الغرب وحنا قناطره هنا والرباط والغرب ومولي بوسلهام وسيدي على التازي وهاد النواحي. دابا انا ودابا تنفكر ندير لاجونس الثالثه تنفكر ندير الاجونس الثالثه واش غنقول لك بالنسبه لهاد الحرفه هذه هاد لوكاس بوفاشير. انا بعدا كتعجبني بعدا هاد الدومين هذا كيعجبني وكنحبو عندي حب فيه. حتى السيارات كيفاش ملي تنخرجهم ما تنخرجش الخاوي. دابا اي شركه مشيت ليها تنخرج السيارات العامره ما تنخرجش الخاوي. بحال دابا مثلا نعطيك على دو صنويت دابا ما تنوريك دو صنويت العامره المرسيدس راني يلاه خرجت دابا تقريبا راه شي طاحت عليا بشي كدا و90 ما كنظنش كاين واحد الفئه قليله صاحب لوكاسيو اللي تيخرجوا هكا باش يخدموا بها. مي انا عندي واحد الفكره انا عندي واحد الهدف وعندي واحد الطريق راسنا قدامي خصني نمشي فيها. حيت كاين ناس كيف ما قلت لك قبيله كيف ما كاين الخير كاين زوين كاين جي ناس تيبغوا يحموا ريد السياره عندهم حب في الله تيقول لك انا نزيد 100 وركب قدام الا كنت نعيش سيمانه نعيش على نهار. كاين هاد الناس راه عندنا ناس هنا في المغرب مستوى عالي وحنا راه ماشي حتى كيجي الصيف عاد كنخدم كاين ناس هنا في مستوى عالي تيبغيو الحديد وتيحبوا الحديد وتيكرهوا الحديد. دابا لا شوف الايامات العاديه كاين غير هو في الصيف كتزاد باش نوض فوالا. دابا كاين الناس كتاخذ واحد الفكره غاتدوق وانتوما تستاش عاد تخدموا. لا شريف حنا تنخدموا الصيف والشتا غير هو في الصيف كتزاد الخدمه كيكثر الطلب وكيزيد الثمن ماشي بواحد ماشي لا شوف لا شوف مزيان مش مثال ماشي تلديك الدرجه ممكن كيتزاد الثمن مع بنادم الباساجي باش نوضحونيش انا الكليان ديالي ودابا يكذبوني الكليان تنقول لك ماشي باساجي بنادم الكليان تنكري له بنفس الثمن اقسم بالله الا كليان هاد الصيف هذا كرام عندي 200 درهم في النهار 6000 درهم في الشهر ما تلقاهاش ما تلقاهاش 200 درهم في الصيف ما تلقاهاش ولكن شوف ملي تنقولوا 200 درهم رابح سياره يقدر يجي عندك واحد السيد. هذه هي الفكره اللي كانوا واخد الناس وتنعرفهم وداروا فايت
بامكانك تجي السياره تكلها ب 400 درهم، ولكن داك الشخص اللي عطيه 400 درهم اللي عطيه السياره اللي كان عندك 400 درهم ما يستاهلش ب 1000 درهم، حيت من لوكاسيو فين فوقاش يربح. ملي تتسالي السياره لا كان داير فيها الكريدي، دابا انا الحمد لله هادشي كامل بفضل الله ورضا الوالدين، السيارات صغار ما بقيتش ندير فيهم بزاف كريدي. الناس الحمد لله كيثقوا فينا وكيتعاملوا معنا معامله خاصه. انا راني تعامل دابا من تنقول لك من 2017 لا ميزو ديال رونو نقولوها نيشان والله العظيم الا فيها واحد جوج اشخاص واخا نقدر ليهم واخا نعمل قد الحب ليهم كثير، عرفت شي واحد التعامل راه مستحيل. انا مشيت لجميع المدن وتعاملت مع بزاف الناس، جامي تعاملوا معايا شي معامله بحال تعامل معايا لا ميزو ديال رونو اللي كاينه في قنيطره اوطو معموره. مش انا لا هذا بشوف احنا ما كنديروش اشهار، ولكن كنقولوا كلمه الحق، هذه كلمه الحق تنقولوها، راه كيف ما تنقولوا الخايبه تنقولوا الزوينه والحمد لله. تيثقوا فيا لواحد الثقه عمياء، ولكن هما عارفين معهم كيتعاملوا. شي غير فاش تتمشي تتجلس يجيبوا لك غير هاد الحوايج البسيط راه تيكبروا في راسنا. لوجيستيك تتجلس تجيب القهوه المعامله بالزربه ما يخليكش كتسنى بزاف، الدواسه ديالك يوقفوا عليهم يعطيوهم ليك فاش يخرجوك السيارات اندر يعطيوك واحد الحاجه خاصك تعرف. انا الوحيد اللي كتعطيني الليبون ديال المازوط باش كنعطيه للكليان. انا الكليان دابا كندير فيديوهات مثلا خرج السياره تندير لهم قرعات كل واحد يربح، تعطوني الليبون ديال المازوط نعطيهم للكليان، لا كون ما عطونيش هما الليبون ديال المازوط نعطيه للكليان. هذا شنو تيقولوا لك؟ شنو تيقولوا لك؟ تيقولوا بواحد المعنى وما تيقولوش هكا، ولكن هما تيقولوا لي انا نقولها للشباب، تيقول لك حنا بغينا نعاونوا هذا الشاب المغربي باش يوصل. تيقول هذا دابا هنا كون كانوا الناس كيدفعوا كامل الهكا كامل كيدفعوك وتعاونوا معاك اقسم بالله الا كولا. شوف وكاين بزاف الحوايج كره لوكاسيو هنا في المغرب طوب. تلقى الانسان دابا علاش تلقى انسان مثلا انا تنعرف خوتي في الدومين تنعرفهم بداو قبل مني وبازل مساكن عندهم 10 سيارات 7 8، تيكون مثلا كان عندنا جهد ما كاينش وعاد كيطيحوا في بعض الكليان. دابا الا جا انسان قلب لك عجوج سيارات اش من ربح عندك؟ انا دابا وقعت لي قلت لك الكليانه قلبت لي داسيا وجات فوق الخدمه نوريك داسيا مشات وما تتسولش وما مسوقاش على بالها راه ما كاينش القانون هنا في المغرب ولا ما نعرف، ولكن الحمد لله ديجا وقعوا لي ماشي السياره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ديجا وقعوا لي اكسيدو ديجا السياره تقلبوا والحمد لله والقانون تيعطينا حقنا وما كاينش غير مشكل والله العظيم بالله والله يسهل على الجميع. انا تنشوف انا تنقول الشباب داخل المغرب وخارج المغرب وهذا ميساج للشباب اللي في المغرب، خرجوا منكم ديك العقليه ديال انني نمشي نحرق نمشي لبرا، اقسم بالله على العظيم وتخدم في بلادك حتى توصل وتوصل داك الشيء اللي باغي اللي ما توصلش برا. راه غادي تمشي برا صاحبي بعاد على والديك اول حاجه، بعيد على ناسك بعيد على بلادك تمشي لبلاد اخرى، ها هي بلادك خدم فيها صاحبي. كاين شي حوايج هنا في البلاد اللي ربما الانسان ما عارفهمش تخدم فيهم تقدر توصل. دابا انا نقول دابا هذا البيرو هذا البيروت من درتهم؟ من درتهم انا؟ درتهم من هذا الدومين هذا. كاين بزاف الناس ودابا الحمد لله راه كنطريطي بروجيات اخرى. والله العظيم دابا راه كنفكر في بروجيات اخرى وخدام عليهم وهذا الشيء كامل ترجع بالفضل ديال هاد لوكاسيو دو فواتير. راه كيف ما تنقولوا راه فيها الريسك وفيها الا بغيت تمشي مزيان الكل معقول والصح والامور كامله تمشي مزيان وبالنسبه حتى للكليان حتى للكليان حتى حتى المواطن حتى المواطنين والكليان تنطلب منهم من هذا المنبر هذا يحاولوا يتعاونوا معنا. ما نكريش مع واحد انا في الزنقه، واش تتفق معايا ولا ما نكريش مع واحد في الزنقه؟ انت عاطي فلوسك انت عاطي فلوسك عاطي رزقك حاول تفرض الوجود ديالك ونمشي لبيرو ونجلس واي سؤال نسولو. وكيف ما قلت لي سؤال نسولو كاين بعض الناس اللي كيديروا السيره ديالهم شخصيه شكون كتسول ولا هذوك كاين. برافو عليك من جبت هذا الموضوع هذا. هذوك راه جبتهم قبيله ملي قلت لك راه كاينه سماسيره كاينه حتى صحاب لا حتى صحاب النوار حتى صحاب النوار صحاب النوار النوار تنقولوا كما تنقولوا حنا صحاب النوار تيكريو السيارات ديالهم. صراحه انا حضرت على بعض هذه الحالات. الامن كيدير الخدمه ديالو الامن كيدير الخدمه ديالو، ولكن الغلط السبب الغلط الرئيسي والغلط الاول والثاني شكون تيديرو؟ تيديرو الكليان. دابا انت ملي كتكري السياره في النوار هو كيكون خايف كيقول انا غنمشي لوكاسيون غادي يغليو عليا غيديروا لي لا 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 بالعكس كاينه
لا لا بالعكس ما كاينش هادشي هذا دا بالعكس لا هذاك غادي يكري لك السياره ب 250 هذا غادي يكري لك 250 واش حتى لك هذاك 250 وداك لك 300 مول 300 احسن لانك حامي راسك عندك عقد مع مول لاجونس وعارف معنو كاري السياره دابا انت كاري السياره في النوار واش عارف ديك السياره عندهم كانت قبل واش عارف ديك السياره عندهم كانت قبل واش عارف الشخص اللي كانت عنده قبل اشنو كان داير بها حيت داك السيد اللي عنده سياره تيكري في النوار راه كيف ما كراك انت غادي يكري لواحد غادي يدير واحد اخر يقدر واحد اخر يدير مخالفه وتحسب عليك انت او يقدر واحد اخر يدير بها شي حاجه وتحسب عليك انت ولهذا تنقول للاخوان الله يجازيكم بخير حاولوا تعاونوا معنا باش شوفوا راك ملي كتعاونوا معنا راك تعاونوا مع راسكم راه ما يمكنش صاحبي انت غادي يعطي فلوسك كتشري سياره في الشارع وفي النوار وغادي ما يمكنش صاحبي انت كاريس انت عاطي رزقك انت جاي عندي انا عاطيني رزقك خصك تفرض عليه الوجود ديالك وتعرف شنو نوع السياره تاخذ وتعرف التامين ديال ديك السياره واذا اضطريت كاع طلب الكونطرا ديال التامين شوف شنو فيها وقبل ما ديماري السياره قلب البنوات ديالها قلب السياره واش الحاله الميكانيك ديالها واش جيده ونجلس في البيرو ونعرف معاد من عنكري ولا يعقل ان انسان تيمشي تيكري سياره في النوار او لا تيكون ولا تيكري سياره عارفه هو ما عنده وسيط انا نعطيك على سبيل المثال على سبيل المثال حنا كاين هنا في قنيطره وانت كتمشي لعند واحد لاجونس وكتكري مثلا الماتريكيل ماشي ديال قنيطره شنو هو شنو كتنتظر انت دابا حنا هنا في قنيطره عندنا بلاكه 59 انت كتكري بلاكه ماشي ديال قنيطره هنا في قنيطره انا ما تنقولش ربما سيدي يكون مصيب بواحد لطيف جهه اخرى وحولها ولكن ملي طيح في هذه الحاله هذه طلب بعض الوثائق من حقك باش نعرف معاد المكاري باش حتى لو وقع لك مشكل ملي كيوقع لك مشكل السياره ملي كتكون كتهضر مع مول لاجونس ماشي بحال كتهضر مع وسيط او لا ملي كتكون كتهضر مع مول لاجونس ماشي بحال كتهضر مع وسيط والاخوان الكلام الاخير ديالي تنقول لكم معكم خوكم بلال الشاب مغربي جونشي في حالي في حالكم الله يجازيكم بخير اي واحد عنده ديك الفكره ديال الهجره السريه يحاول يتفاداها ويخدم بلادو وراه عندنا احسن بلاد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خويا صراحه جلسه كانت معك شيقه ومسخينه بك لكن الوقت دائمنا فشكرا لك على فتح القلب ديالك وشكرا للمتابعين ايضا المتابعين قناه شفتي في قناه الشعب اللي كانت هذه الجلسه مع السي بلال اللي بدا كيف ما قال بديت من والو او بديت من الصفر الحمد لله توصلت دابا تقريبا 500 مليون سنتيم اللهم لك الحمد لله حسدا كذلك 45 سياره بمعنى عنده تبارك الله 45 سياره من السياره ديالهم ديال العائله اللي ولات ما بقاش سياره العائله واللي ولات اكبر 45 سياره اللهم بارك ويزيد في ذلك وكيف ما كيقول انه كذلك قال انه الحمد لله مازال في هذا الامر هذا اللي هو الثلاثينات او بدايه الثلاثينات انه مازال ان شاء الله يدير مشروع اخر مازال عنده طموح مازال بزاف حوايج فالنصيحه اليوم كانت للشباب فالحمد لله هو مثال حي بلال اللي يتكلم على راسه وقسمنا بالله انه يقول الحقيقه بدون لون خشب او بدون فاق كيف ما قال الحمد لله متابعين كنتمنى انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا نتلاقاو بوقت اخر ان شاء الله شكرا لكم على حسن المتابعه والى